أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. كرة المادي وارتداد غاني وانطلاقة غانية يخرج حارس المرمى علاء بالعروش الأساسي لاعب نادي ليغانيس إضافة إلى علاء بالعروش يتقدم السبول يطلب الكرة السبول تمشي أمامية وين الكرة ركنية الكرة لم تتجاوز الخط أمامية دي الكرة متابعة من أشرف أمين السير بعيد على أمين يدخل بافور صفر أمام تنزانيا قبل بداية هذه المباراة أكيد اللقاء الأول ضايع ما قمت به ملوع مرة من الأول والثاني سدد بهذه الكافية وعلى الطاير على الطاير محمد أمين السهل الإمكانيات الفردية موجودة محمد أمين وحتي مرة أخرى مغربية الكرة تمشي للتماس اللاعبين المغاربة متفوقين في هذه النقطة بينما انطلاقة من جانب لاعب بافور غطوا عليه تماما منه المهدي مبارك صراحة المهدي مبارك لاعب جيد في قطع الكرات لاعب جيد في يكون وشوف ماذا يفعل المهدي مبارك في عملية هنا الضغط على حامل الكرة تمشي في نهاية المطاف إلى التماس لذلك تلاحظ بأن المنتخب الغاني غير قادر تماما على المهدي مبارك افتكاك الكرة الحكم صفر خطأ قبل ذلك المنتخب المغربي يثق في قدراته في إمكانياته من أجل تحقيق نتيجة في الرمية الجانبية وين كاسوبول بافور يرفع الكرة هذه التحيف هذه فرصة لعناصر المنتخب المغربي عبيدة ينادي هناك على الجانب لاعبي عجاي في وسط الميدان لفيدة لاعب حتي والضغط يجيب الخطأ والخطأ ممكن مع فرصة وعبيدة يدخل وعبيدة ينسل عبيدة يمشي عبيدة يدخل عبيدة تأخر عبيدة هنا فرق السرعة عبيدة تباطأ نوعا ما وترك المجال لأبي كواي لإبعاد الكرة يعني الصورة التي شاهدناها بعد 24 دقيقة يرفع كرة على القائم الثاني القامات الطويلة في الخلف باستثناء لاعب بوا حذر من المرتدات السريعة الرجوع لرم الضغط على حامل الكرة من جديد ترجع لي أسينكي أجاي تلاحظ بأن المنتخب الغاني يلعب كرات يعمل بلوك نسبيا متقدم مع الضغط كذلك متقدم مباريك قريب من الثنائي علي التحيف وأشرف رمزي يعني واضحة غانا ليست هي غامبيا في تفوق واضح ليل يسدد مباشرة بوا يسدد صعبة على بلعروش يتفوقون كذلك في الكرات العالية هذا ما لمحناه في المباراة كم يعطي إشارة التنفيذ تلعب هذه الركنية ليس هناك خطأ الهجمة مرتدة لم تصل إليها يتم عبيدة حذيري من انسلالات الغانيين في تدخل الحكم يقول فيها خطأ يا أشرف يا رمزي نعم كنت هنا في تدخل واضح أمام أنظار الحكم الموريتاني الذي لم يتردد في الإعلان عن الخطأ شوف الإعادة نعم تدخل واضح في مكان صعب وصعب للغاية لأن المنتخب الغاني اتضح بأنه على بلعروش في المتابعة سدد بشكل مباشر هيثم عبيدة يدخل عبيدة في الاستلام عبيدة والمرة وعبيدة يتباطأ عبيدة لا وجود لخطأ يتم استرجاع الكرة مرة أخرى السهل وخطيرة من الطيب كان في وضعية ممتازة تسمح له بتسجيل الأولى اللي ضاعتها لعبيدة ثم الاسترجاع هو بن الطيب في التسديد لكن بعيدة فوات كيف ما كان الحال صحيح المنتخب الغاني على الورق هو قوي سوبول يمر على لاعب بافور لا بافور في نهاية لتحيف تمرر هذه الكرة خروج هنا المنتخب المغربي فرصة هدف بلعروش للمرور توصل هناك لبانس العرضية وبلعروش يترك مباشرة تخرج إلى ضربة مرمى الغانيون ليسوا بتلك القوة التي كنا ننتظر صراحة لأنه شفنا لهم فرصة وحيدة من ركي استعجل فيها دونالد الصورة على مستوى إنهاء الهجمات اللي رفقها لعب هيثم عبيدة الكرة المصرية الوطنية ممتازة للغاية في هذه الجولة الأولى وبكل تأكيد التسجيل يحرر أكثر اللاعبين المغاربة بأن غانا مرشح يعرفون بأن غانا منتخب قوي لكن لما تسجل على هذا المنتشر يعجبني اليوم انتشار عناصر المنتخب المغربي منظمين بشكل جيد تمشي الكرة في وسط الميدان تترك لي على بلعروش كرة طولية بهذا الشكل هيثم عبيدة ورايا هيثم لكن الكرة تلتن عن هيثم عبيدة اللي ضيع الكرة الآن
على بلعروش في بول لا يسوبول مرة أخرى مغربية محاولة للمرور قدم أكثر من اللزوم وإسحاق أبي لازال يحتفي بها يمر من الأول والثاني لوجود خطأ في وسط الميدان. شوف الكثافة شوف الكثافة والكتلة اللي خلقها المنتخب المغربي الكنية اللي فيدت المنتخب المغربي. محمد أمين السهل يرفع الكرة على القائمة الثاني وبالرأس لكن مرت جانبية. يتكلم عن الرقعة الجغرافية وسط الميدان. شوف الكنترول ومحاولة المرور ومن هناك على الجهة اليسرى السيل يرفع كورة السيل وكورة سهلة ولكن هنا عبيدة والتدخل بالرأس مباشرة إلى 10 سنة من الغياب مشاهدين الكرام يعني من 2005 بينما هنا كورة أمامية المتابعة بيد الكيفية يتم عبيدة يرفع لكن الدفاع يتدخل غياب كل هذه السنوات أكيد العودة يعني تكون بهذه الصورة المشجعة على أمل البروز والتألق في الملاعب الموريتانية ولملء المنافسة على اللقب. اليوم يواجه المنتخب المرشح الأبرز بينما كوريا أمامية مبعدة بالرأس مرة أخرى تمشي لفائدة المنتخب المغربي. مهم جدا التحسم مع الدور الربع النهائي بينما كرة يتم عبيدة عبيدة يتقدم عبيدة يراوغ الأول يمر من الثاني ممكن يسدد عبيدة يا عبيدة عبيدة يا عبيدة.